مرحبا بكم أعزائي المشاهدين. السريالية أو الفوق واقعية، وهي كلمة مشتقة من الفرنسية التي تعني حرفيا فوق الواقع. هي حركة ثقافية في الفن الحديث والأدب تهدف للتعبير عن العقل الباطن بصورة يعوزها النظام والمنطق. وحسب منظرها أندري بريتون، فهي آلية أو تلقائية نفسية خالصة، من خلالها يمكن التعبير عن واقع اشتغال الفكر، إما شفويا أو كتابيا أو بأي طريقة أخرى. إذن فالأمر يتعلق حقيقة بقواعد إملائية للفكر مركبة بعيدة كل البعد عن أي تحكم خارجي تمارس من طرف العقل وخارجة عن نطاق أي انشغال جمالي أو أخلاقي. وقد اعتمد السرياليون في رسوماتهم على الأشياء الواقعية في استخدامها كرموز للتعبير عن أحلامهم والارتقاء بالأشكال الطبيعية إلى ما فوق الواقع المرئي. نشأت المدرسة السريالية الفنية في فرنسا وازدهرت في العقدين الثاني والثالث من القرن العشرين، وتميزت بالتركيز على كل ما هو غريب ومتناقض ولا شعوري. وكانت السريالية تهدف إلى البعد عن الحقيقة وإطلاق الأفكار المكبوتة والتصورات الخيالية وسيطرة الأحلام. واعتمد فنانو السريالية على نظريات فرويد رائد التحليل النفسي، خاصة فيما يتعلق بتفسير الأحلام. وقد لقيت المدرسة السريالية رواجا كبيرا بلغ ذروته بين عامي 1924 إلى 1929، وكان آخر معارضهم في باريس عام 1947. من أهم أقطابها الفنان الإسباني سلفادور دالي، ومن بعض أعماله الفنية الخلوة، إصرار الذاكرة، الآثار والبناء.